النهارده عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا، لكن لما هكلم فيها بعض الناس هيقول لك ايه هو مصطفى عبده ليه اختار الوقت ده واتكلم فيه. الفتره اللي فاتت كان في هجمه شرسه منظمه على النادي الاهلي، وخاصه يمكن انا ماليش دعوه بافراد ولا قنوات ولا اي حاجه، انا بتكلم بصفه عامه. فالهجمه كانت شرسه. واحد يقول لي طب ما خلصنا، لا ده لسه ممنهجه ولسه ليها توابع. فعشان كده يمكن لما بدأ بنادي القرن كلكم طبعا شفتوا على الساحات كلها. الحاجه بقى اللي محيراني ان اي برنامج سواء في التلفزيون او في الراديو او في المجلات او في على السوشيال ميديا كل واحد بيتكلم بيقحم النادي الاهلي في قلب الموضوع. انتوا مالكم من النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ده كيان ومحدش يقدر يهز كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي ده انا بقول لجمهور النادي الاهلي العظيم انتوا اللي عملتوا الكيان، خليكم ورا ناديكم، لان لسه في توابع زي ما قلت لكم بالنسبه للهجمات الشرسه دي، بس احنا قدها وقدود. انا لما بتكلم انا مش طبعا ما اقدرش ادافع عن النادي الاهلي، لان انا ما يجيش ذره في حرف من حروف النادي الاهلي، احنا بس بننبه جماهيرنا لان الفتره اللي جايه هتشوفوا حاجات غريبه جدا، هتقولوا فلان اتعاقد مع كذا، اللاعب ده رايح الحته الفلانيه، اللاعب اللي عاوزين تعرفوه اعرفوه من على شاشتكم اللي انا بتكلم من عليها. عشان كده انا فضلت اتكلم من على شاشه قناه النادي الاهلي عشان ما اتحرفش كلامي، انا ما بطلعش في اي حته غير على شاشه قناه النادي الاهلي. فعشان كده بقول لكم سندم النادي الاهلي ان انتوا اللي عملتوا الكيان وانتوا اللي سندتوا الفريق. انا عاوزكم تفرحوا لان اللي جاي ان شاء الله كمان العشره وال11 وال12 بطولات مش هتقولها اول من اخر، فعاوزكم تفرحوا. اما الناس تانية بقى اللي بتفكر عشان تهد الكيان انا بقول لهم اهدوا، كل واحد يخليه في ناديه، كل واحد يخليه في برنامجه، ما تقحمش النادي الاهلي في اي حاجه. فعشان كده انا بقول لو عدتم عدنا، والله مش تهديد، بالعكس احنا عاوزين بنتكلم في كل شيء. وبعد كده احنا عندنا جزء في الحلقه اللي انا بدايه بتكلم فيه ده اسمه راي المجري. راي المجري ده مش رايي انا، ده راي البرنامج. اللي عاوز ياخد بيه اهلا وسهلا، واللي مش عاوز ياخد بيه برضه اهلا وسهلا، انما احنا مع نادينا قلبا وقالبا في كل كبيره وكل صغيره، في الفرح باستمرار ان شاء الرحمن. فعاوز اقول لجمهور الاهلي حافظوا على ناديكم وما تسمعوش اي حاجه غير من على شاشه قناه النادي الاهلي المفضله ليكم، لان لسه في حاجات مفاجآت كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه، ولسه هتشوفوا حاجات كتير على قناه النادي الاهلي ما كنتش شفتوها قبل كده.